تبارك الله عليك، باقة صغيرة 20 عام، ولكن المشاركة ديالك كانت قيمة وإيجابية وحمرت الوجه ديال المغرب وديال المغاربة في المسابقة اللي كتجرى في ماليزيا، واللي دابا 54 عام تقريبا في عمر هذه المسابقة. عاودي لي بشرى بداية، حسنا بداية، على التجربة، كيفاش توصلتي لهذه المسابقة وكيفاش تجبتي هاد الربحة وهذا المكسب للمغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا سعيدة بتواجدي معكم في هذا البرنامج، كنتمنى له الاستمرارية والتألق الدائم بإذن الله. قصتي أنا مع القرآن الكريم وهذا الميدان المبارك، أكيد يا ما جاتش إجاز ضروري غادي تكون يعني بعد واحد الجهد وواحد المثابرة أكيد باش غادي نوصل. بديت القرآن الكريم ومسيرتي معاه في 13 سنة. بديت التجويد و كان الدعم ديال الوالدين؟ أكيد أكيد كان الدعم ديال الوالدين. ومن بعد يعني ما كانش الحفظ ديال القرآن يعني بواحد الشكل اللي هو مستمر. بديت الحفظ ديال كتاب الله في 16 سنة ونص، تبارك والحمد الله. لله كان الختم في 18 سنة. وأكيد شاركت في مسابقات وطنية والحمد لله خديت الرتبة الأولى، وهذا اللي جعل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحمد لله أنها توضع فيها الثقة الكاملة باش نمثل الوطن ديالي في محفل دولي عالمي في هذا المستوى الحمد لله. لهذه المسابقة اللي كانت في ماليزيا، واخا مشيتي لماليزيا وشاركتي، كنتي العربية الوحيدة المغربية الوحيدة اللي شاركتي ولا كانوا منافسين وحدين آخرين؟ لا، كانوا منافسين بزاف، كانوا من مصر، كانوا من الكويت، كانوا يعني من الدول العربية كاملة. ولقيت أنا منافسة كبيرة بزاف. هذه مسابقة عالمية، مسابقة ماشي عالمية، عربية ولا إفريقية لا، ولا آسيوية، كتكون فيها يعني كتكون فيها حتى 60 دولة يعني من جميع ديال الدول كيكونوا. لقيت منافسة كبيرة بزاف من الناس اللي سبحان الله اللي ما كيتقنوش اللغة العربية، من إيران، من أندونيسيا، من ماليزيا. ولكن الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الجهد، وما نساوش الدعاء، لأن الدعاء هو أساس كل شيء. وربي الحمد لله وفقني، لأن كانت النية ديالي الحمد لله خالصة، وكنت دائما كنتمنى أنني نرفع العلم ديال الوطن ديالي، خصوصا ونبين القيمة ديال المرأة المغربية والعربية، سيغتو المرأة المغربية اللي مثلا في كنشوفوا في دول الخليج او كذا عندها واحد يعني واحد كان واحد الصوره شويه ماشي هي هذيك على المراه المغربيه. يعني الحمد لله يعني ملي كيشوفوا امراه مغربيه كيقول لك واش انت مغربيه يعني. اذا انت جيتي تكذبي هذاك ديك الصوره اللي تياخذوها بزاف ديال الدول على المراه المغربيه بهذا الانتصار وبهذا الحمد لله ربي ما خيبنيش. الحمد لله، شكرا بزاف احسنا. مازال نكملوا القصه ديالك من بعد. نكمل معاك القصة ديالك، بغيت نوقف معاك كما بشرى قبيلة في اللحظة اللي خديتي الجائزة واستحقيتيها، والإحساس ديالك ديك الساعة وانتي المغاربة كلهم ساقوا الخبار وسمعوا باللي خديتي جائزة اللي صعيبة، وانتي المرأة العربية الوحيدة المغربية الإفريقية، ماشي سهلة زعما هذا الانتصار هذا. رجعيني لهذا الإحساس اللي عشتي. هو الحمد لله ملي علنوا الفوز ديالي بحضور جلالة الملك والملكة ماليزيين، صراحة أول ما خطر الذهن ديالي هو أنني أولا شكرت الله سبحانه وتعالى، وقفت من المكان ديالي وحييت العلم الوطني، لأن كان الأعلام كاملين ديال الدول المشاركة كاينين قدام. موقف صعيب هذا، موقف صعب جدا، ماشي غير امتحان يعني. صراحة كنت بواحد الضغط كبير، ماشي كنوا كاع الاعلام ديال دوك البلادات وبوحدك البلاد ديالك غادي تهز الفوق. يعني اول ما درت يعني حييت بلادي، وصراحة بكيت حيت الفرحة كتبكيش، بكيت لداخل، وصراحة الحمد لله يعني كانت شوية ديال الثقة بالنفس الحمد لله. كنت كنقول بإذن الله ربي ما غاديش يخيبني مادام النية ديالي خالصة، وبغيت نمشي على واحد الهدف معين. أولا نيل رضا الله سبحانه وتعالى، ثم يعني نعطي واحد الرسالة للدول كاملة، ونعطي واحد الرسالة سورتو للشباب المسلم باش يتجه لهذا الميدان المبارك، لأن فيه كل الخير. فالحمد لله يعني كانت واحد التجربة اللي موفقة، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ما يحرمش أي إنسان من حب
كتاب الله سبحانه وتعالى ويمشي في المسيره ديال كتاب الله سبحانه وتعالى. واخا عاودي لي حسنا الرجوع ديالك ديك الساعه من رجعتي للمغرب مثلا، شكون اللي احتفل به، شكون اللي فرح به، شكون اللي كرمك؟ لحقاش راه ماشي ساهله شي كتقولي الاعلام كلها ديال البلادات كلها واقفه الا الرايه المغربيه هي اللي كترفع تترفرف في السماء، راه ماشي ساهل هذا الانتصار وهذا. شنو فاش جيتي كيفاش تم الاستقبال ديالك؟ هو الحمد لله باش نكون واضحه معك الاخت نهاد، انا بالنسبه لي احسن استقبال هو استقبال الملائكه اللي مني رجعت الحمد لله من في المطار. اول استقبال واحسن استقبال عندي دنيوي واخروي هو استقبال الملائكه، لان جايه الحمد لله من واحد الميدان مبارك وحامله كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا شرف كبير ليا. معلوم أكيد. هذا من جهه، ولكن من جهه واحده اخرى اكيد البلاد اللي هزيتي الرايه ديالها كتبغي تسناك وتفرح ليك وتكبر بك. انا افضل 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 يعني تكريم دنيوي ليا كان هو التكريم ديال سيدنا الله ينصرو صاحب الجلاله الملك محمد سيريز نصره الله، كان ذلك في ليله القدر وقال لي يعني انه جد فخور بيا وقال لي انه كمل يا حسنه في هذا الطريق ان شاء الله مازال يعني مازال تعطي اكثر واكثر لهذه البلاد. اكيد وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه هي اول حاجه بعدا وضعت فيا الثقه انني نمثل بلادي في هذاك المحفل الدولي. فالحمد لله واكثر حاجه يعني من بعد التكريم ديال صاحب الجلاله هو سبحان الله يعني حب الناس يعني كان كبير جدا. يعني انا ما كنتش كنظن انني غادي يعني ما كنتش تعرفوك الناس. نعم تعرفوك الناس في الشارع اكيد، عرفوك بلي انت السيده اللي جبتي الجائزه من ماليزيا واللي انت اللي شرفتي المغرب. هو سبحان الله انا قبل مني وصلت المطار سمعت الناس في الفيسبوك والناس في الانترنت راه مداولين الصور ديالك وكذا، حتى انهم فاتحين صفحه رسميه بالاسم ديالي وانا يعني يلاه واصله. فهذا اكبر دليل على ان المجتمع المغربي هو مجتمع متدين بطبعه، وان الشعب المغربي شعب محب للقران الكريم وشعب كيبغي يعني الدين ديالو بواحد شكل لا يتصور. واعلاميا كيفاش تم التعامل مع هذه الجائزه؟ الحمد لله اعلاميا في التلفازات في الراديويات كتبوا عليك في الصحافه اكيد. زعما واش الانتظارات اللي كانت عندك لقيتيها؟ وان صح التعبير ممكن نقولوا انتظارات يعني هذا بالنسبه للاعلام يعني سواء من الاعلام داخل المغرب او خارج المغرب، حتى يعني في مصر في الكويت في قطر يعني تلقيت تهاني كبيره والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ماشي غير تهاني عروض ايضا والحمد لله هذا كان من فضل الله سبحانه وتعالى. اذا انت كتحسي براسك حسنا يعني بهاد الحمد لله بهاد التجربه اللي عشتي كتحسي براسك زعما قدمتي الخدمه للوطن رفعتي الرايه؟ عطيني زعما الاحساس ديالك من بعد هاد الجائزه ومن بعد الاعتراف الملكي والاعتراف ديال المجتمع وديال الناس كلهم اللي بغاوك واللي فرحوا بك واللي كبروا بك، كتحسي فعلا بانك اديتي رساله ومازال ان شاء الله باقا مكمله الطريق؟ هو صراحه انا مازال هذا واجب يعني باش هاد الواجب ما كتسنيش على اللي يشكرك اللي يهنيك اللي يقول لك برافو ولا حتى شي حاجه. لا 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 الحمد لله يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فاكيد يعني الواحد من باب الشكر لله سبحانه وتعالى كيكون الشكر للناس. الحمد لله تلقيت شكر كبير وانا ايضا كنشكر الناس على هذا الثقه اللي وضعوا فيا وهذه المحبه اللي وضعوا فيا، والحمد لله هذا كله يعني كيعطيني واحد القوه انني نزيد القدام ومازال ان شاء الله نشرف بلادي والدول العربيه كامله. مازال مصره انك في بلاصه فين ما مشيتي غيتهز الرايه المغرب؟ اكيد اكيد هذا امر مفروغ منه، هذا حلم كل مواطن في حقيقه، كل واحد مغربي بخدمته بداك الشيء اللي عطاه الله تيبغي يشرف ويحمر الوجه للبلاد. اكيد هي ما جاتش بفلوس وما جاتش بجاه ما جات حتى شي حاجه. حنا كيقولوا لنا حنا جدودنا من قبل تيقول لك سبحان الله كتلقى واحد الطبيب عاش فقير كان كيعيش غير على الشمع، كان كيقرا على الشمع وكيوصل احسن من واحد ما كان يعني عايش واحد الحياه مترفه ما كيوصلش، لان هذاك كيكون عنده واحد السند كيقول انا عندي الفلوس انا كذا نقدر ما نوصلش. اما انسان اللي كتلقاه كنتي معوله على راسك وعلى والديك اللي دعموك في المسيره ديالك وانطلقتي؟ هو الحمد لله كان واحد الدعم من الوالدين ديالي، وايضا كنت يعني من بعد توفيق الله سبحانه وتعالى كانت في واحد النوع ديال العصاميه فكنت كنبغي ندير الحاجه ونتقنها باش توصلي. فوالا الحمد لله يعني تبارك الله عليك على الحسنه وشكرا لك بزاف على الحضور ديالك والمشاركه ديالك والنموذج اللي عطيتيه اليوم للشباب المغربي كله.